هو الشروط في الذكر يعني قد يذكر بلسانه ولكن لا يتدبر. لن يعدم أجرا، فضل الله واسع، ولكن أفضل أنواع الذكر ما تواطأ فيه القلب واللسان. يعني إذا كان الذكر باللسان ويرافقه التفكر بالقلب هذا أعلى أنواع الذكر، هذا فضله عظيم جدا. ثم يليه الذكر بالقلب دون اللسان، وأدنى درجات الذكر أن يحرك لسانه بالذكر وقلبه غافل، هذا يعني ذكره درجة ضعيفة في الذكر. ولكن قال العلماء إنه يؤجر على يعني الأذكار التي قالها.